يا شباب انتم خرجتوا مع المؤتمر؟ ايوه خرجنا في التحرير. كم كان ادالكم عشاء صبوح؟ والله العظيم ان احنا نرقد وهذا، واقسم بالله العظيم ان احنا بدون حذيان. اقسم بايه الله نزحم على الاكل من كثر الزحمه يا عم، رجلي معوره من سب المضرابه على ايش؟ على الحب الجبنه والحب الخبز واحد عصير والماء معاهم انا كويتات والخيمه كودا ما فيش واحد يرد. لحظه اخي، واحنا اصلا والله العظيم متشردين، لا بيت لا يعني ايتام، وننام بالشوارع. هذا هو مكاننا، هذا فراشنا، هذه بطانياتنا.